أعزائي الطلبة، أهلاً ومرحباً بكم في درس اليوم، وهو أحد دروس رياضيات الصف الثاني الإعدادي الجزء الأول. عنوان درسنا اليوم هو إيجاد النسب المئوية ذهنياً. دعونا في البداية نتعرف على هدفنا لدرس اليوم، هو حساب النسب المئوية ذهنياً. دعونا قليلاً نترك الورقة والقلم ونفكر معا. الآن عندما نقوم بحساب نسبة مئوية شائعة مثل 25% أو 75%، فإنه من السهل علينا استعمال الكسر الاعتيادي المكافئ لها. فمثلا 25% نعرف جميعا أنها تعبر عن الربع، والخمسة وسبعون بالمئة تعبر عن الثلاثة أرباع. وبما أن بعض النسب تستعمل بشكل متكرر أكثر من غيرها، فمن المفيد أن تعرف المتكافئات المبينة أدنى. دعونا بعد نرى هذه الكسور المتكافئة. هنا انظروا معي إلى الجزء الأول من الجدول. هنا كما قلنا الكسر الأول كسر شائع جدا، وهو 25% يساوي ربع. إذا قمنا بتكرار 25% مرتين يكون الناتج 50. إذا كررنا الربع مرتين يكون الناتج نصف. كذلك إذا قمنا بتكرار 25% ثلاث مرات يكون الناتج 75. إذن كذلك نقوم بتكرار الربع ثلاث مرات يكون الناتج 3/4، وهكذا. أيضا 25% إذا قمنا بتكرارها أربع مرات يكون الناتج 100. أيضا نقوم بتكرار الربع أربع مرات يكون الناتج 1. هذا الجزء الأول أو العمود الأول من الجدول. ننتقل الآن إلى العمود الثاني من الجدول. في العمود الثاني نلاحظ أن 20% هي عبارة عن خمس. فإذا قمنا بتكرار 20% مرتين يكون الناتج 40. كذلك نكرر الخمس مرتين يكون الناتج 50. نكمل، إذا قمنا بتكرار 20% ثلاث مرات يكون الناتج 60. نقوم كذلك بتكرار الخمس ثلاث مرات يكون الناتج 3/5. وإذا قمنا كذلك بتكرار 20% أربع مرات يكون الناتج 80. كذلك نقوم بتكرار الكسر الاعتيادي أربع مرات، الخمسين نقوم تكرارها أربع مرات يكون الناتج 4/5. أيضا هنا من النسب المئوية الشائعة يوجد عندي ثلث المئة، اكتبها 33.5%. كيف نقوم بكتابتها على شكل كسر اعتيادي؟ هي عبارة عن ثلث. إذا قمنا كذلك بتكرار 33.5 مرتين يكون الناتج 66.5. كذلك نقوم بتكرار الكسر الاعتيادي، هنا ثلث واحد وهنا ثلثين. وكذلك في باقي الجدول نجد هنا كذلك الثمن يساوي 12.5%. أو 12.5% يساوي ثمن. إذا قمنا بتكرار 12.5 مرتين أو ثلاث مرات يكون الناتج 3/8. إذا قمنا بتكرارها خمس مرات يكون الناتج 5/8. إذا قمنا بتكرارها سبع مرات يكون الناتج 7/8، وهكذا. نأتي الآن إلى آخر عمود في الجدول. يوجد عندي هنا 10% يساوي 10.
إذا قمنا بتكرار العشرة مثلاً ثلاث مرات، نقوم بتكرار العشر أيضاً ثلاث مرات، يكون الناتج ثلاثة أعشار. إذا قمنا بتكرار العشرة مثلاً سبع مرات، وهنا 70%، نقوم كذلك بتكرار العشر سبع مرات، يكون الناتج سبعة أعشار. وكذلك إذا قمنا مثلاً بتكراره تسع مرات، قمنا بتكرار العشرة تسع مرات، يكون الناتج تسعة أعشار، وهكذا. الآن دعونا الآن نستخدم هذه الكسور والنسب المئوية الشائعة في حل التمارين الآتية ذهنياً. احسب ما يأتي ذهنياً. الآن دعونا نفكر معاً في السؤال الأول: كيف نوجد 25% من 32؟ كما نعلم فإن 25% من النسب الشائعة جداً، 25% يعبر عنه بربع، إذن الكسر المكافئ له ربع. إذن نقوم بضرب ربع في 32 يساوي 32 على 4. إذن 32 قسمة 4 الناتج يساوي 8. نأتي الآن معا إلى السؤال الثاني: 12.5 من 160. طبعا 12.5 هو من النسب المئوية الشائعة أيضا، وهو يساوي الثمن، الكسر المكافئ له هو الثمن. إذن ثمن في 160 يساوي 160 قسمة 8 ويساوي 20. الآن ننتقل إلى المثال الأول، وهو 80% من 45. سوف نستعمل الكسر المكافئ لثمانون بالمئة، وهو 8 على 10. لقد قمنا بتكرار العشر 8 مرات، إذن 8 من 10 في 45. الآن نقوم بعملية التبسيط: 8 قسمة 2 يساوي 4، وعشرة قسمة 2 يساوي 5. الآن دعونا نفكر معا ذهنيا: 45 يساوي 9. الآن أنا لدي 4 أخماس 45، إذن نقوم بتكرار 9 4 مرات، فأربعة في 9 يساوي 36. وكذلك في المثال الثاني: 30% من 130. سوف نستعمل الكسر المكافئ 3 أعشار. قمنا بتكرار العشر 3 مرات كما ذكرنا سابقا، إذن 3 أعشار في 130. عشر 130 يساوي 13. الآن أنا يوجد عندي 3 أعشار، نقوم بتكرار العشر 3 مرات، إذن 13 في 3، أو 13 زائد 13 زائد 13، يمكن أن نستخدم عملية الجمع. إذن 13 في 3 يساوي 39. في المثال الثالث أعزائي الطلبة: ضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي في الدائرة لتكون العبارة مما يأتي صحيحة. العبارة الأولى: 1% من 150، والعبارة الثانية: 10% من 15. دعونا نقوم في البداية بإيجاد العبارة الأولى. في العبارة الأولى 1 من 100، قمنا بكتابتها على شكل كسر اعتيادي مضروب في 150. هذا الكسر يجب أن يكون مقامه 100 لأنه عبارة عن نسبة مئوية. الآن
نقوم بعملية التبسيط 150 قسمة 50 يساوي 3، 100 قسمة 50 يساوي 2. الآن 1 في 3 يساوي 3 و2 في 1 يساوي 2. بما أن البسط أكبر من المقام، يتم تحويل الكسر الاعتيادي إلى كسر إلى عدد كسري. إذن الناتج 1.5. ننتقل الآن إلى العبارة الثانية. في العبارة الثانية 10% كما ذكرنا سابقا في الجدول، 10% عبارة عن عشر. نقوم بضرب العشر في 15. الآن نقوم بعملية التبسيط 15 قسمة 5 يساوي 3، 10 قسمة 5 يساوي 2. الآن البسط 1 في 3 والمقام 2، إذن 1 في 3 يساوي 2. بما أن البسط أكبر من المقام، نحول الكسر الاعتيادي إلى عدد كسري. بما أن النواتج متشابهة، نفس القيمة هنا 1.5 وهنا 1.5، إذن العبارتين متساويتين. نأتي الآن إلى المسألة الثانية. 33.5% من 18. تذكروا معي أعزائي الطلبة، 33.5 قيمتها ثلث، أو يعبر عنها الكسر المكافئ لها هو ثلث. إذن ثلث في 18. إذن 18 قسمة 3 يساوي 6، أو ثلث 18 يساوي 6. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية 20%، تذكروا معي طلابي الأعزاء، 20% عبارة عن 5. إذن 5 في 15 يساوي 15 قسمة 5 ويساوي 3. إذن أيهما أكبر؟ إذن العبارة الأولى تساوي 6، أكبر من العبارة الثانية وتساوي 3. أعزائي الطلاب، الآن دعونا نتدرب معا ذهنيا فقط. زمن التدريب 4 دقائق. السؤال الأول 25% من 88. تذكروا معي 25% من النسب المئوية الشائعة جدا وتساوي ربع. 40% من 25، 40%، الكسر المكافئ له هو 50. قمنا بتكرار 20 مرتين. 20% تساوي 5، 40% تساوي 50، 10% كذلك تساوي عشر. هذا في السؤال الثالث. أما في السؤال الرابع، هي عبارة عن كسر اعتيادي 2/100.
أحسنتم أعزائي الطلاب، أتمنى أن تكون جميع إجاباتكم صحيحة، ودعونا نتأكد معا من إجاباتنا. إجابة السؤال الأول هي 22، إجابة السؤال الثاني هي 10، إجابة السؤال الثالث 5.7، إجابة السؤال الرابع هي 12.6. أيضاً يمكنك عزيزي الطالب استعمال الكسور العشرية لإيجاد النسب المئوية ذهنياً، كما هو موضح هنا 10% يمكن كتابتها على شكل كسر عشري 1/10، وأن 1% يمكن كتابتها على شكل كسر عشري كما هو موضح. عند ضرب أي عدد في 1/10 يكون الناتج مقسوما على 10. انظروا معي إلى هذا المثال، 45 في 1/10 نقوم بقسمة 45/10، إذن 45/10 يساوي 4.5. وعند ضرب أي عدد في 1/100 يكون ناتج العدد مقسوما على 100. دعونا نرى في المثال، 45 في 1/100. الآن نقوم بالقسمة على 100، 45 قسمة 100 يساوي 45/100. الآن من خلال الملاحظة السابقة دعونا نحسب ما يأتي ذهنيا. في السؤال الأول 10% من 25، 10% هي عبارة عن العشر، إذن 25 في 1/10، إذن 25 قسمة 10 الناتج 2.5. في السؤال الثاني 20% من 25، لاحظوا معي هنا 10، قمنا بتكرار العشرة مرتين، هنا 20، إذن نقوم بتكرار 2.5 مرتين، إذن 2.5 في 2 يساوي 5. وكذلك في السؤال الثالث قمنا بتكرار العشرة 3 مرات، إذن نقوم بتكرار 2.5 أيضا 3 مرات، 2.5 في 3 يساوي 7.5. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من السؤال، 1% من 2100، 1% هي عبارة عن، إذا كتبناها على صيغة كسر عشري، 2100 في 1%، الآن نقسم على 100 كما قلنا سابقا أعزائي الطلاب، إذن 2100 قسمة 100 يساوي 21. الآن قمنا بتكرار 1 مرتين، إذن كذلك نقوم بتكرار 21 مرتين، 21 في 2 يساوي 42. الآن النسبة المئوية هي 5، ماذا نفعل الآن؟ نقوم بتكرار 1 5 مرات، إذن 21 نقوم بتكرارها 5 مرات، 21 في 5 يساوي 105. أعزائي الطلاب، بنفس طريقة المثال السابق قوموا معي بحل هذا التدريب ذهنيا وزمنه 4 دقائق. السؤال الأول 10% من 65، السؤال الثاني 1% من 450، السؤال الثالث 3% من 200، السؤال الرابع 4% من 250.
أحسنتم أعزائي الطلاب، هيا بنا معا نتأكد من إجاباتنا. الآن إجابة السؤال الأول هي 6.5، إجابة السؤال الثاني 4.5، إجابة السؤال الثالث 6، وإجابة السؤال الرابع هي 10. الآن ننتقل إلى مثال من واقع حياتنا. باع صاحب محل الأقمشة 20% من أحد الأنواع. إذا كان لديه 15.50% مترا من هذا النوع، فما عدد الأمتار المبيعة؟ الآن أعزائي الطلبة، لإيجاد عدد الأمتار المبيعة هي عبارة عن 20% من 15.50%. الآن ما رأيكم أن نقوم بتجزئة هذه 20 إلى 10 ونكررها مرتين، لأن 20 عبارة عن 10 زائد 10 و10 مكررة مرتين كما هو موضح. إذن 2 في 10، نضرب 2 في 10. نقوم الآن بإيجاد عشر 15.5%. الآن 15.50% على 10، الناتج 51.5% مضروبة في 2. نقوم الآن بتجزئة 51.5% إلى عدد صحيح وجزء من 100 كما هو موضح هنا. 1 زائد 55%، هذه التجزئة تقوم بعملية تسهيل الحل ذهنيا. الآن نقوم بتوزيع الاثنين، 2 في 1 و2 في 55%. الآن نقوم بإيجاد الناتج، 2 في 1 2، و2 في 55% عبارة عن 1.1. عندما نقوم بجمع القيمتين الناتج 3.1. أعزائي الطلاب، هيا بنا نتدرب معا ذهنيا. زمن هذا التدريب 3 دقائق. السؤال: إذا كانت النسبة المئوية للزكاة المستحقة على المال هي 2.5%، فما مقدار الزكاة التي يدفعها شخص عن مبلغ 12,000 دينار مضى عليه حول كامل؟ كلمة حول تعني سنة كاملة.
أحسنتم أعزائي الطلاب، أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة. في البداية نوجد مبلغ الزكاة هو عبارة عن 2.5% من 12,000. ما رأيكم كيف نقوم بتجزئة هذه 2.5% حتى نستطيع أن نقوم بحلها ذهنيا بطريقة مبسطة؟ انظروا معي هنا، 2.5 هي عبارة عن 1 × 2.5، فنقوم هنا بإيجاد النسبة من 1%، ثم نقوم بضربها في 2.5. 1% كما ذكرنا سابقا نقوم بقسمتها على 100، إذن 12,000 قسمة 100 يساوي 120، وبعد ذلك 120 نقوم بتكرارها 2.5. 120 إذا قمنا بتكرارها 240، وإذا أخذنا 0.5 يساوي 60. إذا جمعنا القيمتين 240 + 60 يساوي 300 دينار، إذا مقدار الزكاة هو 300 دينار. لمزيد من التدريب أعزائي الطلبة يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الثاني الإعدادي الجزء الأول صفحة 148. انتهى الدرس أعزائي الطلاب، أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.